أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صوم وتصحى. زي ما عودناكم في برنامجنا إن إحنا بنناقش مرض من الأمراض المعروفة، بنشوف أسبابه ووسائل التشخيص والعلاج، وبمناسبة شهر رمضان بنشوف أثر الصيام على هذا المرض وعلى المريض، وإزاي بيستفيد المريض من حالة الهدوء والسكينة في شهر رمضان المبارك. وفي البداية برحب بضيف وضيفكم الأستاذ الدكتور محي الدين سامي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر. برحب بسيادة الدكتور. النهاردة هنتكلم على موضوع ارتفاع ضغط الدم. يمكن مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعا ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله. يمكن في البداية نتعرف على أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أسباب ارتفاع ضغط الدم عبارة عن مجموعة من الأسباب، لكن بتعتمد على نوعية او نوع الضغط الدم المرتفع. ففي عندنا ارتفاع ضغط الدم اولي وارتفاع ضغط الدم ثانوي. فالارتفاع الاولي بيبقى ناتج غالبا عن القلق والتوتر والشد العصبي، وهو في المرحلة الاولانية له نجد ان المريض يرتفع الضغط بنسميه لبايل هايبرتنشن او وقتي يرتفع الضغط ثم ينخفض مع ذهاب التوتر، ثم بعد ذلك يظل يرتفع الضغط وينخفض يرتفع وينخفض الى ان يرتفع ويبتدي ان هو يثبت على قراءات معينه اللي هي تحتاج بقى الى علاج. وفي الضغط ارتفاع ضغط الدم الثانوي نتيجه لامراض عده، منها امراض الكلى وامراض الغدد. فدي من الحاجات اللي هي بتدينا اسباب عده لارتفاع ضغط الدم. واثناء بقى الكشف ثم بعد ذلك الفحوصات بيتم تحديد السبب الاساسي لارتفاع الضغط عند مريض معين. يمكن مرض ضغط الدم معروف شيوعا باسم القاتل الصامت. يمكن نتعرف من سيادتك النهارده عن مدى صحه هذه المقوله. هو ضغط الدم ارتفاعه بيؤدي الى اعراض او تغيرات في الشرايين الموجودة في الجسم، وبالتالي الشرايين دي بتغذي بعض الأعضاء، وبناء عليه بيحدث تغيرات في هذه الأعضاء. من الممكن ارتفاع ضغط الدم المريض غالبا معظم المريض لما بيجي له صداع بيتهيأله يجي يقول أنا عندي النهاردة أنا خايف إن يكون عندي الضغط، ويروح يقيس الضغط عند أي طبيب أو حتى في الصيدليات هذه الأيام. لكن من الممكن ارتفاع ضغط الدم بيبدأ بالتدريج، وبالتالي المريض بيتعود عليه وما بيشعرش بيه تمام، لغايه لما بالصدفه مريض راح يكشف على اي حاجه في جسمه غير الضغط، وبيقيس الضغط بالصدفه فيجد ان الضغط بتاعه مرتفع وارتفاعه شديد جدا. بيجي السؤال امتى ارتفع الضغط ده وفضل مستمر لهذه الارقام الكبيره، بحيث ان هو يدرج على اساس ان ضغط الدم احنا بنيجي نقول ان في ضغط الدم بيبقى فيه درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة، أو السيفير اللي هو الشديد ارتفاع شديد في ضغط الدم. بنجد إن في مريض بيجي النهاردة بارتفاع شديد في ضغط الدم بالرغم إن هو لا يشتكي من أي أعراض، وبناء عليه في غضون هذه الفترة الرحلة الطويلة للمرض بيكون أثر في الشرايين بتاعة الجسم، وبالتالي من الممكن إن هو يؤثر على القلب ويؤثر على الكلى، وهم من الحاجتين المهمين في التأثير بعد كده بالنسبة للقصة المرضية لمريض الضغط. هل هتنحصر؟ يعني بعض الناس بيسألوا هل الصداع يعتبر من الأعراض الشائعة لمرض ضغط الدم؟ هو للأسف الصداع قد يكون عرض في أحوال بسيطة جدا، وهي ارتفاع ضغط الدم المفاجئ. لكن ارتفاع ضغط الدم كمرض، مرض ارتفاع ضغط الدم دوت بإيه المريض بيتكيف معاه، بحيث إن المريض النهارده بيجي بنجد إن ضغطه مثلا بيصل ل 240 او 250 على 140، والمريض لا يشكو من اي شيء، بل قد ياتي المريض ليشتكي من شيء تاني تماما، قد تيجي عنده بعض الدوخه او بعض التعب البسيط، لكن ايه؟
بقياس الضغط نجد ان الضغط مرتفع بهذه الصوره، وبالتالي هذا المريض برضه بيحتاج ان هو في تنزيل ضغط الدم بتاعه بينزل الضغط بالتدريج. هو فقط المريض الذي يرتفع عنده ضغط الدم ارتفاع شديد مره واحده نتيجه ده لشد عصبي او اي شيء فبينتج عن كده هو الصداع، لكن غير كده من الممكن ان المريض زي ما قلنا ان هو زي ما قالوا عليه ان هو القاتل الصامت، على اساس ان هو من الممكن ان هو يؤثر على الجسم الى الدرجه ان هو يجي بارتفاع بقى شديد مع شد ارتفاع تاني غير الارتفاع الاولاني اللي هو كان فيه، يعني واحد مثلا ضغطه مثلا 200 على 120 وتيجي حدث زعل او اي حاله تؤدي الى توتر وارتفاع في نسبه بعض الهرمونات اللي هي الادرينالين في الجسم، يرتفع الضغط اكثر من كده، وبناء عليه يؤدي ذلك الى بعض الحاجات اللي تيجي بقى اللي هي انفجارات في شرايين المخ، بعض التاثيرات على القلب او مضاعفات عامه على الجسم. يمكن برضو دكتور محي بعض الناس بيتخيلوا ان بوجودهم داخل الصيدليه ممكن يقيس الضغط بجهاز ضغط ويمشي، فبنقول للمرضى ان مش بس جهاز الضغط هو وسيله التشخيص الوحيده لمرض ضغط الدم، بل هناك وسائل تشخيص اخرى. هو بالنسبه لقياس الضغط طبعا في الصيدليات الى حد ما برضو عليه بعض التحفظات، لان من الممكن ان هو لو كان قياس الضغط في الصيدليه بالاجهزه الضغط الالكترونيه فهو شيء قد يكون مقبول نوعا ما على اساس ان صاحب الصيدليه بيقوم بمعايده هذه الاجهزه باستمرار. لكن للاسف من الممكن ان هو يكون فيه بعض الاخطاء او العيوب في هذه الاجهزه نتيجه لاي تاثيرات الحراره، تاثير خبطات، تاثير اي شيء، فان لم تقوم هذه الاجهزه معايره وبانتظام تبقى معنى كده ان هي ممكن انها تؤدي الى بعض العيوب في تقدير حجم الضغط اللي موجود. ده اولا. ثانيا في ده لو بفرض احنا بنستخدم الاجهزه الالكترونيه، لكن الاجهزه غير الالكترونيه المفروض لا يستخدمها الا الطبيب نظرا لمعرفته بها، وهي الاجهزه الزئبقيه او اي حاجه تعتمد على السماعه، فدي لابد ان يقوم بها هو الطبيب فقط. نيجي نقول بقى ان هو هل يتم تشخيص ضغط الدم عن طريق ارتفاع ضغط الدم عن طريق السماعه عن طريق قياس ضغط الدم؟ بالفعل هو ده الوسيله الوحيده لتشخيص ارتفاع ضغط الدم، ان احنا بنقيس الضغط. لكن نيجي نقول ان المريض قد يكون الان وهو يقيس الضغط في عنده بعض الشد العصبي او بعض القلق، ويكون ان هذا الضغط ليس هو الضغط المظبوط بتاعه. المفروض ان المريض لما يجي يقيس الضغط عشان نقول ان ده مريض ضغط دم مرتفع، المفروض ان هو بيقيس له الضغط ثلاث مرات متواليه على ثلاث زيارات للطبيب مختلفة. وبناء عليه بيبان هنا ان اذا كان في كل مره الضغط بيبقى مرتفع والى نسبه معينه ولا لا. دي نمره واحد. نمره اثنين برضه الطبيب المفروض النهارده لما المريض بيروح للطبيب مش من اول ما بيخش المريض على الطبيب في حجره الكشف بياخد بيطلع على السرير او هو جالس على طول بيقيس له الضغط، وانما بتتم مقابله ما بين الطبيب والمريض. هذه المقابله بتحاول انها تريح المريض قليلا. وبناء عليه لما اجي اقيس الضغط بعد 5 دقائق او 10 دقائق من المقابله مع الطبيب تكون الحاله مستريحه، وبناء عليه بيكون قياس الضغط اقرب الى البيزل او الضغط الطبيعي او قيمه الضغط بتاع المريض. احنا قلنا الضغط الطبيعي بتاع المريض اللي هو الضغط بتاعه هو اصلا القياس بتاعه. لكن المريض طبعا اللي بيروح الصيدليه ده بيبقى من الممكن هو يكون ماشي بيمد شويه، راح داخل الصيدليه قاسله الضغط على طول، ممكن طبعا لابد ان هو المجهود بيؤثر على الضغط الدم ان هو بيعمل بعض التغيرات. نفس النظام بالنسبه لقياس الضغط، المفروض طبعا هو بيتم للمريض وهو مستريح 3 مرات ورا بعض، فاذا كان بعد 3 مرات ثبت ان فلان الضغط بتاعه اكثر من 140 على 90، يعني معنى كده ان المريض ابتدى يدخل في الفئه من ذوي الضغط الدم المرتفع. وبناء عليه ويبدا في بعض التنظيمات الاخرى، يبقى هو ده التشخيص الاولي ان ده مريض ارتفاع ضغط الدم عنده، وبناء عليه بيبتدي بعض الفحوصات المتممه التي توضح تاثير ضغط الدم، هل ده ضغط دم اولي؟ وهو الضغط الذي يكون بدون سبب وبناء عليه ده له علاج، او ضغط دم ثانوي نتيجه لسبب او مرض معين في الجسم، وغالبا بيبقى الامراض امراض الكلى او امراض الغدد الصماء.
وبناء عليه بيبقى ده الضغط الثانوي. فالضغط الاولي له بعد استنفاذ التحاليل المعمليه التي تثبت انه لا يوجد سبب ثانوي لارتفاع الضغط، يصبح امامنا الضغط الاولي، وبناء عليه هو غالبا ناتج عن الشد العصبي او بعض العادات السيئه في الاكل. وبناء عليه مع بعض تنظيم لنظام حياه الانسان، لان اول جزء في علاج الضغط احنا بنسميه علاج بدون دواء. والعلاج العلاج اللي بدون دواء ده بيبتدئ من تنظيم الاكل، وان المريض بيقلل من كميه الاملاح او بالفعل ملح الطعام، كلوريد الصوديوم، لان بعض المرضى يتصور انه عند وجود بعض الاملاح، املاح البول او املاح الكلى او املاح الدم الاخرى، انها تكون السبب. لا، هو ملح الطعام كلوريد الصوديوم، لان هو المطلوب هو الصوديوم فقط. على العكس من ان البوتاسيوم، ان بعض الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم تساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم. يعني هل هناك علاجات اخرى بجانب العلاج الغذائي؟ هو اول كل شيء هو العلاج، ولا بد ان يستنفذ، وهو العلاج بدون دواء. اللي هو يبدا من تنظيم الاكل، ان هو نقلل كميه الصوديوم في الاكل، ونزود ممكن احنا نزود البوتاسيوم، وبعدين في عندنا المشي، وده من العوامل الكويسه جدا. تقليل الوزن كمان. ده اذا المشي ادى الى تقليل الوزن، لكن هو المشي على اساس ان هو بيحاول ان هو يوسع في الاوعيه الدمويه الطرفيه، وبناء عليه بيقلل ضغط الدم. نمره الثلاثه برضو بيبقى في بعض الحاجات اللي هم بعض الدراسات قالت ان الريلاكسنج اكسرسايز، اللي هي التمرينات اليوجا او اليوجا، وان الواحد يقعد نص ساعه كده وهو ريلاكسنج، وبناء عليه دي الحاجات دي اللي ممكن انها تساعد على تقليل الضغط. إذا انتقلنا إلى نقطة العلاج الدوائي، يعني نلقي بعض الضوء على العلاج الدوائي لمرض ضغط الدم المرتفع. هو عموما العلاج الدوائي بيعتمد على نوع أو نوع ارتفاع ضغط الدم، هل ده أولي أو ثانوي. الأولي في منه أنواع كثيرة جدا، في المهدئات وفي مضرات البول، ثم بعد ذلك موسعات الشرايين. على حسب، في مريض النهارده بيجي بيكون نتيجه لانه المريض مصرف في اكل الملح كتير، فبالتالي ممكن هو يكون عنده بعض الورم شويه وعنده ميه زياده في جسمه، وبناء عليه بيحتاج المريض ده لما بياخد بعض مدرات البول بيستفيد اكتر. والمريض اللي هو عنده الشد العصبي او القلق في شغله او في عمله او في منزله او في اي مكان، ده لو المريض ده بياخد النهارده المهدئ بالنسبه له هيبقى له احسن. طبعا بعد استنفاذ الاثنين، الاول زي ما قلنا اللي هو العلاج بدون دواء، وده شيء مهم جدا، واهم حاجه منه المشي على الاقل نص ساعه، من نص ساعه الى ساعه يوميا، لان هو لابد بعد نص ساعه المريض بيتهيأ له. برضه في نقطه هامه، ان المريض بيتهيأ له ان المشي، ان واحده ست بتشتغل في البيت رايحه جايه طول النهار، تقول انا بخش المطبخ وبشتغل في البيت من 8 الصبح لغايه الساعه 12، هل 4 ساعات دول ما يكفوش يا دكتور؟ لا، ما بيكفوش. اللي هي الحركه، ان انا امشي شويه واقف وامشي شويه واقعد، ده ما ينفعش. لابد من الحركه المستمره، ولا يبدا الحركه الميتابوليزم اللي هو العمليات الحيويه في الجسم التي تؤدي الى تنظيم الدوره الدمويه الا بعد نص ساعه مشي. يعني لازم نص ساعه الى ساعه، يعني لازم المريض يكون بيمشي نص ساعه وبعدين بعد كده يبتدي يستفيد من المشي. وده برضه بينطبق على اذا كان في نفس الوقت، لان برضه من المصاحبات لارتفاع ضغط الدم واللي هو ارتفاع الدهنيات في الدم، ان برضه عشان يمشي المريض وان احنا نبتدي نحرق الدهنيات اللي في الدم، لابد ان هو المشي اكتر من نص ساعه ويصل الى ساعه، المشي الهادئ المعتاد. بعد كده هو بيبتدي المريض بقى بياخد المهدئ او مضر البول، ثم بعد ذلك بيحتاج الى اللي هو موسعات الشرايين اذا وجد ان الحالات دي ما بيجيبش نتيجه لوحدها. اذا قلنا ان العيان اهمل العلاج، فبالتالي هناك مضاعفات الحقيقه، مش عايزين نخوف الناس، لكن هو تحذير لبعض الناس ان هم اذا لم يعالج قد يؤدي الى مضاعفات خطيره. هو
بالنسبة لضغط الدم هي دي توجد تأثيرات متممة للمرض نفسه. يعني ارتفاع ضغط الدم ليس فقط معناه ان انا اقيس الضغط النهارده واجد ان المريض اجي اقول ان فلان دوت ضغطه مرتفع، او لما بيجي بيزور الطبيب بعد كده هو تيجي يقول ده النهارده الضغط مظبوط، لا ده الضغط بيزيد، لا ده الضغط بيقل. المريض النهارده الضغط مع ارتفاعه لو مش مظبوط الضغط مش منتظم، لان هو المفروض ان الضغط اصبح مرض العمر، وانس اول ما يجي الضغط يبقى معنى كده ان هو هيستمر الضغط عند الانسان ده. حتى لو بفرض ان في بعض المرضى مع تظبيط الاكل بتاعه ومع تظبيط المشي ومع تظبيط نظام حياته ان ابتدى يقلل الاكل، الملح في الاكل كويس قوي، هنجد ان المريض من الممكن ان هو نقلل جرعه العلاج، وممكن يصل الامر ان احنا نشيل العلاج الدوائي، لكن بيكون المريض هنا ماشي على العلاج الغير دوائي. وهي دي النقطه المهمه، ان المريض ليس معنى ذلك ان هو تم شفاؤه من الضغط، ولكن معناها ان هو تم التحكم به عن طريق تنظيم الاكل وتنظيم المشي وتنظيم حياته. ان المريض مثلا كان بيصرف في السهر، بيصرف في استخدام المنبهات، بيصرف في استخدام كل فيديو الصوديوم اللي هو ملح الطعام، لما ابتدى يقلل الحاجات دي ابتدى الضغط عنده ينضبط، وبناء عليه بقى اصبح الضغط مظبوط عن طريق عدم استخدام الدواء، وهو في ذاته استخدام دواء، يعني هو في ذاته ده استخدام علاجي، يعني نوع من انواع العلاج. وبناء عليه المريض ما هو بيستمر على العلاج. اذا المريض لخبط في العلاج بتاعه وبالتالي اصبح ان في ارتفاعات في الضغط، فده بيؤثر على الشرايين. ممكن اول كل حاجه طبعا ان هو بيزود في نسب تصلب الشرايين مع ارتفاع الدهنيات، ثم بعد ذلك ممكن ان هو تاثيره ان الضغط ده جزء وظيفه من وظائف القلب، وبناء عليه يبتدي يحصل تضخم في عضله القلب. من الممكن ان هو التاثير على الشرايين، بيحصل دايما بيحصل تضخم في عضله القلب، بيحصل تضخم في الشرايين شويه، وده التضخم هذا بيجي عند نقاط معينه يضعفها. تضخم الشرايين لو حصل تضخم في جزء من جدار الشريان اللي هو الجزء المنتصف منه، فده بيؤدي الى في مع مرور الوقت الى نقص كميه الدم التي تصل عن طريق الاورطي الى الايه؟ الى بعض الاعضاء المعينه واهمها الكلى. وبناء عليه ان من الممكن ان زي ما بنقول ان في بعض امراض الكلى تؤثر وتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، ان ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر على الكلى ويؤدي الى قصور كلوي، يعني نفس الضغط هو اللي يؤدي الى قصور كلوي. وبناء عليه بيبتدي برضه نخش في حلقه مفرغه من ان القصور الكلوي يؤدي الى زياده في ارتفاع الضغط وهكذا. فبالاضافه طبعا مع ارتفاع ضغط الدم من الممكن ان هو لو جينا على المناطق الحيويه للجسم وهي المخ، من الممكن ان هو في عند بعض الشرايين الضعيفه مع ارتفاع ضغط الدم المفاجئ من الممكن يؤدي الى فرقعة أو قطع في هذه الشرايين، وبالتالي يؤدي إلى نزيف في منطقة معينة من المخ، مما يؤدي إلى بعض الآثار اللي هي تترك آثار على الإنسان على حسب المنطقة المصابة من قطع الشريان أو النزيف اللي حصل في هذا المكان. يمكن واحنا في رمضان رجال الدين اعطوا للاطباء راي الفتوى في الصيام ام لا، فبنقول بالنسبه لحضرتك في تخصص امراض القلب، نقول مريض ضغط الدم المرتفع هل يصوم؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا تصحوا، ومعنى ذلك ان احنا لو اعتبرنا ان هذا نوع من انواع الاوامر او نوع من انواع السنه، فبنيجي نقول من الحاجات المهمه جدا ان هو كل مريض يعتمد الامر على درجه استحماله لهذا الامر. في مريض النهارده مريض ضغط ومنتظم، هو عموما المرضى الضغط كلهم ومرضى القلب كلهم يتمنون ويجاهدون ويجهدون الاطباء في ان يصوموا. هم الذين يريدون ان يصوموا. هم بيحرصوا دايما على الصيام. يعني المريض دايما هو اللي بيحرص على الصيام. ويجي وبالرغم ان انت في بعض المرضى الذي تقول له ايه لابد وانك تفطر، وبالرغم من ذلك يحاول ان هو يصوم، وممكن ان هو يجي وهو تعبان شويه بعد كده.
لكن هو في الغالب لو قلنا القاعدة العامة هو الصيام. إذا كان بعد كده هو الصيام تأثيره إيه؟ تأثير إن هو هيقلل الملح شوية من الأكل، هيقلل السوائل. لو قلنا حتى في الأيام الحارة إن هو يؤدي إلى إن العيان يعرق، فهو لما بيعرق إنه بيفقد ملح برضه كلوريد الصوديوم وبيفقد المية، وبناء عليه يبقى كأن المريض هنا أخذ قرص من أقراص اللي هو مدرات البول. هو المفروض طبعا المريض قبل الصيام يروح للطبيب بتاعه ويبتدي يعاد تقييم الحاله بتاعته، ان هو بيقيس الضغط واذا كان في بعض الفحوصات الخاصه، واهمها هي وظائف الكلى. يعني وظائف الكلياتين لابد ان هم تتم قبل رمضان علشان خاطر ايه الطبيب يتاكد، ومثلا المريض بيكشف، ومثلا اذا كان في امكانيه مثلا بيعمل مريضه عصور التاجي او مريض لو كان في تاثير في على القلب من ارتفاع ضغط الدم، فيبقى هنا المريض النهارده هيجي يعمل بعض الفحوصات التي تثبت حاله القلب. هل الحاله هنا طيبه ولا مش طيبه؟ يعني حتى من مع المريض ان احنا نيجي نقول المريض اللي هو يعني الشديد قوي اللي هو برضه مصمم ان هو يصوم، بنقول اه والله طب احنا هناخد العلاج ونعمل بعض التغيير في نظامات العلاج على اساس ان احنا ايه نحاول ان المريض برضه نساعده ان هو يصوم. لكن في حالات طبعا، وهي حالات لو ادى الضغط الى هبوط في القلب، او ان في بعض المريض بعض المرضى من الممكن ان هو يكون ارتفاع ضغط الدم عنده ده هنا بيجوا يعني اللي هو في نوبات. فاذا كان بيجي في نوبات هيبقى هنا برضو على حسب الحاله، يعني اذا كان النوبه جات له راح للمستشفى، واذا كان بعض الفقهاء او الفقهاء اباحوا قالوا حتى حقنه الوريد لا تفطر، وبناء عليه اذا كان هياخد له حقنه لازكس او حقنه اللي هي مدرات البول هتنزل البول وبالتالي تنزل الضغط، وبالتالي المريض يبقى كويس، يبقى ده خير وبركه. وفي نفس الوقت لان اغلبيه برضه ايه المشكله ان اغلبيه المرضى للاسف حتى لو كانت حالته لا تستدعي الافطار الا ان هو بيحاول ان هو يصوم مهما كان. فنامل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يساعد الناس كلها على اتمام الشهر الكريم. لكن طبعا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فلو مفترض ان الطبيب اباح او افتى الطبيب للمريض ان هو لابد من الافطار، يبقى لابد من الافطار. قد تكون في بعض الاشياء التي يعجز الطبيب عن ان هو يوضحها صراحه للمريض، يعني ليس من الطبيعي ان تقول للمريض ان انت مثلا لو صمت هيحصل كذا وكذا وكذا، يعني لا الحاله هتبقى مش تمام، هتتاثر شويه. وبناء عليه لابد من ان المريض ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران برضه ايه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واهل الذكر في هذا الموضوع هو الطبيب. فاذا الطبيب قال لنا نعمل كذا يبقى لابد ان احنا نتبع الاجراء. لكن عموما هو الصيام كويس للمريض في حاله حدوث ارتفاع ضغط الدم، لما يروح للطبيب بيقدر يحدد له والله الوضع بالضبط، وبالتالي اذا كان محتاج حقنه او محتاج حاجه. في نفس الوقت برضه حتى مريض الزفحه الصدريه وجلطه القلب السابقه والحاجات دي كلها بيبقى في لزقه للصدر بتقوم عمل الاقراص اللي هي تحت اللسان، بحيث انها ايه لو في ازمه بتحاول ان هي تضيعها. لكن طبعا مع وجود بعض الاعراض للاسف، يعني مثلا لو في مريض احس ببعض الاعراض، لان احنا هنا هنيجي نقول لما المريض بياخد دواء الضغط واحنا خايفين ان هو يرتفع له الضغط اثناء الصيام، هو ممكن يرتفع ضغط اثناء الصيام نتيجه لخروج بعض الهرمونات وهو الادرينالين والنور ادرينالين اللي تخرج من الغده الكرفلويه على اساس ان مع الشد اللي ممكن يحدث اثناء الصيام وبالتالي يرفع الضغط. لكن ايه اللي يمنع ان المريض ده بياخد الدواء بتاعه مظبوط وبيمشي على الاكل مظبوط، لكن في حبه حر هو عرق شويه، الضغط ابتدى يهبط مش يرتفع، الضغط ابتدى يهبط. فعند حدوث بعض الاعراض دوخه او تعب انه بيتصل باقرب مستشفى ويحاول ان هو يقيس الضغط ويشوف حالته ويقرر له الطبيب المناوب في هذا الوقت اذا كان يكمل الصيام ولا لا، الى ان يروح للطبيب بتاعه المتخصص عشان خاطر ايه يوضح له يشوف ايه سبب التعب اللي جه اضافه. لكن مريض الزفحه الصدريه برضه نفس النظام، انه بيحط اللزقه بياخد علاجه بانتظام وبيحط اللزقه عند اللزوم لو جات له حاجه. وفي بعض الناس اللي هو يمشي في حياته عادي بتحط له لزقه في الصباح لغايه وبتتشال بالليل، دي بتبقى لزقه واحده على حسب حالته
في منها جرعتين على حسب الجرعة بتاعته اللي هو الدكتور بيحددها له بيمشي المريض. الحقيقة في نهاية هذا اللقاء أنا بتوجه للشكر للأستاذ الدكتور محي الدين سامي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر. شكرا فندم. عفوا يا فندم، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة الأمة الإسلامية كلها بصحة وسعادة وصيم إن شاء الله. إن شاء الله. في النهاية أعزائي المشاهدين بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، متمنيين لكم دوام الصحة مع وعد بلقاء جديد. وصوموا تصحوا.